طباع مصمم الأزياء الهولندي جوزيف فيوستمستر المرحة لا تنعكس كثيراً في تصاميمه. قبلاً اتخذ الإرهاب موضوعاً لأزيائه، واليوم عاد اختياره إلى العام 1915، تاريخ الحرب العالمية الأولى والإبادة الجماعية في البلقان. فهو يقول إن عالمنا اليوم ليس مختلفاً كثيراً عن تلك الحقبة. ما أريد أن أعبر عنه بواسطة هذه المجموعة الجديدة هي عناصر من أشياء معقدة وصعبة، ذكورية وأنثوية، سفك الدماء والرخاء في الوقت عينه. إنه مزيج من كل عناصر هذا العالم، وأعتقد أنه حتى في القطع البشعة والصعبة باستطاعتكم إيجاد نوع من الشعر. ضيوف الشرف في مجموعة أزيائه هم الجنود الروس الذين مات منهم 2 مليون في العام نفسه فقط، مثل هذا المعطف لضابط روسي في الحرب العالمية الأولى. ما يهم جوزيف فيوس ألا ننسى الدماء التي أريقت حتى ولو أتى الأمر على حساب جمالية الملابس. رواد الأزياء في باريس دعوا جوزيف فيوس إلى العودة إلى منصات العرض بعد 9 سنوات من الغياب، عمل خلالها لبيوت أزياء عدة كجيني وشارلز. عودته تشكل إيماءة لمصمم أزياء متمرد لا ينتمي إلى عالم الأزياء التقليدي الباريسي. الأزياء الفرنسية أنا متعلق بها بشكل كبير، إنها غنية جداً، لكن ككل شيء في هذه الحياة أظن أنه يجب أن تكون حراً في تفسيرها. قد تشكل مجموعة أزياء جوزيف فيوستمستر استفزازاً لكثيرين، ولكنها تبقى من دون شك منتظرة في أسبوع الأزياء في عاصمة الموضة باريس.